بعد تأخير استمر أشهر، وصل المبعوث الفرنسي جون إيف لودوريان إلى بيروت في زيارة رسمية يجول خلالها على المرجعيات والقيادات اللبنانية في محاولة صعبة لإحداث خرق في الجدار الرئاسي. تأجيل الزيارة إلى بيروت حصل مراراً لأسباب متعددة، ومنها رغبته في أن تكون مختلفة عن سابقاتها، وأن يكون قادراً على إحداث خرق بنتيجتها بعد أن قدمت فرنسا العديد من الاقتراحات والمبادرات خلال السنوات الفائتة ولم تبصر النور بحسب ما يشير مراقبون. فالمبادرة الفرنسية أو عملية إنقاذ لبنان كما أسماها قصر الإليزيه انطلقت على أساس أن لباريس دوراً تاريخياً في لبنان، ومنه طرحت في العام 2020 بعد انفجار بيروت مبادرة سياسية على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقضي بطرح عقد اجتماعي جديد، ليتراجع بعدها ماكرون وتسقط المبادرة الفرنسية مع اعتذار السفير مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة. في نيسان 2023 ذهبت فرنسا بمبادرتها نحو تسوية شاملة للمرحلة المقبلة، يصار فيها إلى انتخاب سليمان فرنجي رئيسا للجمهورية والسفير نواف سلام رئيسا للحكومة، لتعود في العام نفسه وتبدل موقفها وتنضم إلى طرح الخيار الثالث كخيار وسطي بين مرشح الثنائي ومرشح التقاطع، وتطرح العديد من الأسماء من بينها المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري والعميد المتقاعد جورج خوري الذي شغل منصب سفير لبنان في الفاتيكان، وتتراجع اليوم عنهم نحو مرشح يتمتع بكفاءة اقتصادية. فينا نقول انه هالمرة مش موضوعه الموضوع الزيارة او هدف الزيارة مش بس يعني مساعدة لبنان او مساعدة لبنان لانتخاب رئيس جمهورية، لانه هون بالإليزيه بيعتبروا انه انتخاب رئيس جمهورية مفتاح لحل مشاكل كبيرة لتفادي الكارثة بالخارج جاي من الخارج، لأنه في تهديد واضح، هذا شيء تهديد من إسرائيل بحرب شاملة على لبنان. فبنعتبر فرنسا بدون ما يكون إلا مرشح أنه في بلوكاج بالنسبة لرئيس الجمهورية. وجود رئيس جمهورية بيسرع أو ببلش بالإصلاحات الأساسية، هيدا الموقف الفرنسي. نعم بنحكى كثير وينكتب إنه عندهم مرشح وما عندهم مرشح، فرنسا ما عندها مرشح، ولكن بتعرف إنه مين المرشح اللي عنده حظوظ ومين ما عنده حظوظ، ولكن ما بتذكر بقصة الأسامي. بتحاول تساعد الفرقاء اللبنانيين على الاتفاق. إذا كان في يعني حديث مع جهات خارجية بتسهل هي، لأن رئيس ماكرون بيقول دائما لفرنسا بارل أتول موند. فرنسا إذن أمام تحدي جديد، فهل تستكمل فشلها في التوافق على مبادراتها أم أنها ستستطيع إحداث خرق وهو ما تستبعده أوساط سياسية عديدة، خاصة في ظل تصاعد حدة المعارك العسكرية في غزة وغياب أي أفق لتسوية ترثي بنتائجها على المنطقة بأكملها؟